هي أنا شايف إنه التصعيد من كل جهة عم يجي على الصعيد الأوروبي الأمريكي أوكرانيا روسيا كله عم يصعد بهدف إقناع الآخر بأنه ما في مجال إلا تجي على طاولة المفاوضات لأنه الخسائر كبيرة سيما بعد باخموت. بعد باخموت الأوكران بوضوح بيقولوا إذا الحرب وفق الوعود الأمريكية الروسية إنه ما تنتقل للعمق الروسي وإنه الغرب قادر على هزيمة روسيا داخل على الأراضي الأوكرانية فهذا سيؤدي إلى دمار البنية التحتية ودمار المدن الأوكرانية على نطاق واسع قبل أن يتوقف الروسي عن عدوانه على أوكرانيا. لذلك لابد من نقل الحرب للجبهة الأخرى وهذا إذا كان في اعتراض غربي فنحن رح نورطهم. طيب وهذا مرتبط ربما أيضا بموضوع طائرات الأف 16 سنفصل فيها طائرات مع طبعا. الهجوم البيلغورد مع الصواريخ بعيد المدى كله بتقول إنه أوكرانيا لا تستطيع أن تستمر في هذه الحرب وهي تتكبد الخسائر على أرضها يجب أن يذوق الروس طعم التخريب البنى التحتية لكي يتوقفوا عن عدوانهم. هذا هو باعتقادي أنا أساس اللي دايرة عليه المناورات في الأسبوعين القادمين. دكتور سعيد ما هو حديث الساعة في كييف؟ مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. حديث الساعة هو طبعا الصمود الأوكراني والتهيئة المكثفة لعمليات الهجوم المضاد التي تحضر لها القوات الأوكرانية. لذلك نشهد ممكن لو تكرم دكتور تعيد بس لأنه الصوت ما كان واصل لعنا. العنوان الرئيسي هو الصمود الأوكراني على الجبهات والتحضير المكثف للهجوم المضاد الذي تحضر له أوكرانيا منذ عدة أشهر. لذلك نشهد خلال الأيام والأسابيع الماضية تكثيف للعمليات الأوكرانية ضد خطوط الإمداد الروسية داخل الأراضي الأوكرانية المحتلة وأيضا القواعد العسكرية وقواعد ومخازن الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك تقوم بتشتيت انتباه القوات الروسية على جميع أنحاء الجبهة حيث كما ذكرتم اليوم عملية في البحر وبالأمس أيضا عمليات على طول الجبهة وأيضا القوات الفيلق الروسي الذي توغل أيضا في منطقة بلغراد. لذلك أعتقد أن الضيف الكريم غير محق فيما قاله وتقديراتي وخصوصا أننا هنا في أوكرانيا لم نسمع مثل التصريحات التي قالها حول أن أوكرانيا تعبت أو أن الخسائر الأوكرانية كبيرة جدا في البنية التحتية لذلك يجب نقل المعركة للداخل الروسي. بالعكس التصريحات الأوكرانية دائما تقول نحن لا نهاجم الأراضي الروسية ونعمل فقط على تحرير الأراضي الأوكرانية من الجيش الروسي الذي يحتل أراضينا. من الذي اقتحم بلغراد إذن دكتور سعيد؟ مجموعة من المقاتلين الروس الذين يعني تم التعرف طبعا على شخصياتهم على الأقل 6 شخصيات معروفة هي شخصيات روسية وهي هاربة من روسيا ومقيمة في أوكرانيا منذ عدة سنوات وتقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية دفاعا عن الأراضي. يعني هي المجموعة التي رأيناها في فيديو إعلان تبني الهجوم. هذا هو حقيقة الأمر. هذه هي مجموعة روسية من الشخصيات الروس وأحدهم أيضا هو كان ضابط سابق في جهاز الأمن الفيدرالي FSB الروسي وأيضا محكوم عليه بالسجن لم أعد أذكر كم سنة يعني ولكنه هرب من روسيا في عام 2016 إلى أوكرانيا. وأيضا هناك أيضا مجموعة من المتطوعين الروس الذين يحاربون أيضا إلى جانب القوات الأوكرانية دفاعا
عن أوكرانيا. هؤلاء مواطنون روس يريدون كما أعلنوا في بيانهم تغيير النظام الروسي، وأيضا يعني منع القوات الروسية من التوغل أكثر في الأراضي الأوكرانية وإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا، لأن ممارسات أيضا الدكتاتور الروسي كما سموه في بيانهم تؤدي إلى يعني تضعضع المجتمع الروسي، وغالبا سوف تؤدي إلى تفكك الدولة الروسية. لذلك هم يسعون إلى الإطاحة به، وأيضا يعني من أجل منع تدهور الأوضاع أكثر وانهيار الدولة الروسية. إذن أستاذ صفوان، من هاجم بالجرود مجموعات من مقاتلين الروس منشقين يريدون تحرير روسيا من حكم بوتين كما قاموا أو كما قالوا من حكم الدكتاتور، ولا علاقة لكييف بهذا الهجوم؟ نعم، هم كذلك روس يريدون تحرير بلدهم من الدكتاتور الروسي، أنا معهم بهذا الشيء، ولكن لا علاقة لكييف، هذا موضوع مشكوك فيه. لهم علاقة كثيرة في كييف، تم تدريبهم بكييف وتم تجهيزهم بالأسلحة الغربية، وهاجموا مواقع حساسة جدا، يعني على بعد 60 كيلومتر من المركز اللي هاجموه يوجد مخازن تخزين أسلحة نووية. إذن هذه رسالة، إذا دمر، لأنه كان مؤلم جدا اللي حكى الرئيس الأوكراني وقت اللي قال ما ضل في شيء اسمه باخموت، باخموت صفت بقلوبنا، دمروها كلها. هذا إذا تكرر مرة ثانية مشكلة على الشعب الأوكراني. لذلك هذه النقل، هي رسالة، سوف ننقل المعركة إلى الداخل، وسوف النووي اللي عم تخوفونا فيه رح نخوفكم بمثله، ما رح نعدم الوسيلة بأنه نسيطر على أسلحة نووية ونحن منعرفها وجيران وكنا في يوم من الأيام بلد مفتوح على بعضه البعض. إذن عليكم أن تتوقفوا عن عدوانكم، وإلا نحن عندنا قدرة استخبارية وعندنا قدرة على تجنيد روس معاديين للمشروع البوتيني، وهذا سوف يوسع المعركة. إذا أردتم أن لا توسع فانسحبوا من الأراضي. يعني أنت تصدق الرواية الروسية بأن كيف تقف وراء الهجوم؟ لا، أنا لن أقول أن كيف تقف وراء الهجوم، ولكن كيف من مصلحتها أن يكون موجود هكذا قوات، وبالتالي سوف لن يشهو بهم إلى العدو المشترك، ليس أكثر من ذلك.